ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تناقلت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو السيدة وخيبة الأمل بادية من خلال صوتها، حيث ادعت أنها تعرضت لعملية نصب من طرف شخص يبيع الملابس الجاهزة على منصة الفيسبوك. وبحسب هذه السيدة، فقد قام هذا الشخص بإرسال طلبية بقيمة 1800 درهم من السلع عبر خدمة الإرسال أمانة، وبعد تسلمها العلبة وأدائها المبلغ المطلوب، تفاجأت أن العلبة معبأة فقط بقطع من الكرتون والقماش الرت، مما سبب لها خيبة أمل كبيرة. وفور انتشار هذا المقطع، حذر النشطاء من عملية البيع والشراء عبر الفيسبوك بصفة عامة ومن عند أشخاص مجهولين بصفة خاصة، وعدم الاعتماد على الثقة الزائدة. ومن جهة ثانية، فقد أكد آخرون على ضرورة متابعة هذا النصاب، وذلك عبر التبليغ عنه لأقرب مركز للشرطة القضائية فرع الشرطة التقنية التي بإمكانها الوصول إلى المتهم، وذلك عبر رقم الحساب البنكي بالبريد بنك الذي تم وضع المبلغ فيه، علما أن المتهم قد يقضي سنوات في السجن بتهم النصب والاحتيال. هذا واحد السيد جو في الفيسبوك كيطلب الحوايج ديال البنيتات، بيجامات، كل شيء. خديت من عنده الحوايج ثمن 1800 درهم ديال السلعة، قال لي غادي يصيفطها لي في لاجونس ديال الأمانة. صيفطها ليا، صيفط لي الكارتون كيما كتشوفو، كارتون عامر بالكراتون، عامر بالزبد، 1800 درهم كل هاد السلعة. صيفطها لي بالزبد والأمانة، ما تابوه، ما جابو السلعة اللي كتصيفط، لا والو، جا الكوستاطور ديالهم 1800 درهم ومشى. دابا هذه تقريبا هذه المقاله، دابا هذه دابا ثلاثه واقفه، جيت لاجونس ديالهم، ها لاجونس ديالهم ما كاينش شي واحد اللي كيهضر معاه. نشكركم على حسن الاصغاء. اذا اعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الاعجاب.